لم يكن فريق نصر حسين داي الجزائري ضحية الوحيدة للنادي الأهلي الذي اعتاد دوما على قهر منافسيه بأهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة، وذلك في مشهد متكرر عرفته الأندية المصرية والأفريقية طوال تاريخ مواجهاتها مع البرد الأحمر الذي لم يقف الوقت يوما حائلا أمام تحقيق أهدافه. هدف عمرو بركات الذي سجله في شباك الفريق الجزائري ومنح الأهلي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لم يكن الأول من نوعه بالنسبة للبارد الأحمر الذي نجح لاعبوه في تحويل العديد من نتائج المباريات إلى صالحهم، بينما كان المنافسين يتأهبون للإعلان عن فرحتهم التي سرعان ما تتحول لأحزان وهم يرون الهجوم الأحمر يغزو شباكهم. تاريخيا سجل الأهلي العديد من الأهداف في اللحظات الأخيرة لا سيما أمام فرق شمال أفريقيا، حيث كانت البداية عام 97 حينما نجح الثنائي سمير كمونة وهادي خشبة في هز شباك الرجاء المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة للفوز بلقب بطولة النخبة العربية التي كانت مقامة وقتها في المغرب. سمير كمونة في الوقت القاتل في دقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجول. ثم يأتي أسامة حسني عام 2004 ويسجل هدفا قاتلا في شباك نصر حسين داي الجزائري منح الفريق التعادل وبطاقة الصعود إلى الدور النصف النهائي بدوري أبطال العرب قبل أن يأتي الدور على القناص عماد متعب عام 2005 ويسجل في شباك الرجاء المغربي هدفا في الدقائق القاتلة يصعد به الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وعلى ذكر الأهداف القاتلة التي أحرزها لاعب الأهلي في شباك الأندية العربية، يعد هدفين محمد أبو تريكة وشهاب الدين أحمد هما الأكثر تعلقا في ذاكرة الجماهير الحمراء، حيث منح الأول الإذن ليسرى لإطلاق تسديدة صاروخية في ملعب رادس عام 2006 حولت بوصلة الأميرة الأفريقية إلى القاهرة بعد أن كانت في قبضة الصفاقس التونسي قبل لحظات من نهاية المباراة، فيما سجل الثاني هدفا قاتلا في شباك الاتحاد الليبي عام 2010 أهل الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كما سجل أحمد رؤوف لاعب الأهلي السابق اسمه في قائمة بلاس 90 بعد أن سجل هدفا في شباك الدفاع الحسن الجديري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع منح الفريق بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية التي فاز بها الأحمر في النهاية، بينما سجل عماد متعب ملك اللحظات القاتلة هدفا في شباك وفاق سطيف الجزائري مع صافرة نهاية السوبر الأفريقي 2015 بالجزائر ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري.